السلام عليكم، معكم سامر من اندرويد، واليوم جايب لكم طريقة فتح حسابين فيسبوك في جهاز واحد ومن تطبيقات، يعني مو على الانترنت او براوزر. اول شيء سوي زوم، هذا التطبيق الفيس العادي تنزل من الماركت جوجل بلاي، تطبيق عادي. ها هنا هذا التطبيق راح اخلي لكم رابط مالته تنزله من الرابط، يعني هذا الفيس راح تفتح الحساب الثاني، يعني هنا تفتح حساب وهنا تفتح حساب، فراح يصير عندك حسابين تقدر تشوفه، يعني مثل عندك، وما راح يعني تفتح واحد ينسد واحد، لا افتح هذا وافتح هذا، يعني تواصل عن طريق هذا، تواصل عن طريق هذا العفو. هسه اكيد تفهمتوا يعني الفكره شنو وشلون، يعني خلينا نشوف اول تطبيق، تطبيق الفيس هسه هذا خلينا نشوفه. هنا راح يكون عندك الشكل شكل عادي، يعني التحديث الجديد، هناك راح يكون عندك غير شكل غير تحديث، يعني شوفوا مثل ما تشوفون هذا هنا فيس، هذا هنا فيس مالتي، يعني اذا تتواصلوا وياي او عنده مشكله، هواي ناس يسالون شنو الفيس مالتك، شو اسمك، شو مخلي من صوره، هاي هذا مخلي كيد عرفتوا، يعني بين عندكم مثل ما تشوفون فيس عادي هذا. هذا هنا التطبيق الثاني، طبعا هذا فتحت غير حساب، يعني مو حساب إلي، حساب شخص من أهلي، فما راح يكون مبين الاسم والصورة مثل ما تشوفون الفيس القديم، مثل ما تشوفون الفيس الشكل القديم، يعني مثل ما تروح على الشات هنا عندك هنا تشات ما تشات أصدقاء أخبار، هنا صفحة مالتك، هاي كل شغلات، يعني الشخص هو منزلها، يعني الفيس ماخذه مع الشخص من أهلي، قلت له افتح فقال لي عادي. المهم ما علينا، هسه هاي الطريقة كذا أتوقع يعني افتهمتوا المقصود يعني من التطبيق. يعني اكو ناس، يعني هذا بعد ما هواي ناس قالوا لي نريد الطريقة شلون نريد نفتح حسابين بالفيسبوك، مثل واحد عنده حسابين يريد يفتحهن وما يريد، يعني يسد واحد يفتح واحد، يسد واحد يفتح الثاني. فاليوم جبت لكم هاي الفيس الثاني، نزله رأسا رابط مباشرة تنزله وتفتحه وتصفح الفيس على الطريقة. هذا التطبيق الثاني، أتمنى تكون الطريقة والتطبيقين عجبانكم. طبعا راح أخلي لكم الرابط مع هذا الفيس الأصلي من جوجل بلاي، وأخلي لكم الرابط الثاني مع الفيس الثاني. أتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفادتوا منه، ما مشترك خليه يشترك من هالفيديو القديمة، خليه يشوفهن. طبعا راح أسوي لكم مراجعة تقريبا أتوقع باشر أو البعده، أسوي لكم مراجعة عدلهم مع الاس 5 في العفو، هذا الاس 5 اسوي لكم مراجعة عليه، العيوبة والشغلات الحلوة بيه. في نهاية الفيديو انسوا لايك واشتركوا، كان معكم سالم، مع السلامة.